السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. فياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان كل خبر جديد بعمله يوصل لكم في ميعاده بالظبط. مصرع سيدة سقطت من أعلى سطح المنزل بالدقهلية بسبب سرعة الرياح. خبر بيقول لقيت السيدة مصرعها بعد سقوطها أعلى سطح منزلها ناحية مركز ديكيرنس بمحافظة الدقهلية بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطار بورود بلاغ من مستشفى ديكيرنس العام بوصول مديحة عبد الكريم عبد اللطيف 60 سنة جثة هامدة، وقالوا إنها سقطت من علو، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيدة وصلت للمستشفى جثة هامدة، وبسؤال شهود العيان أكدوا بسقوطها من أعلى السطح بسبب الرياح والأحوال الجوية أدت إلى سقوطها. تم حفظ الجثة بسلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وجري تحليل محضر بالواقعة، وجري العرض عن النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. كما أصيب بائع خضروات متجول بناحية مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية أيضا بإصابات بالغة عقب سقوط جسم صلب عليه أثناء تواجده أسفل أحد المنازل. تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطار بورود بلاغ من مستشفى منية النصر بوصول المدعو حمودة يوسف ألف لام ح 57 سنة بائع خضروات متجول ومقيم ميت محمود مركز المنصورة، مصاب بكسر بالجمجمة وجرح متهتك وفقدان بعظام الجمجمة. تم تحويله نتيجة سقوط برميل خرسانة من أحد أسطح المنازل أثناء تواجده بمنظر منية النصر. وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين انه اثناء تواجده اسفل احد المنازل ونتيجه سوء الاحوال الجويه ادى لسقوط احد البراميل الخرسانيه عليه اثناء تواجده اسفله، وجري تحليل محضر بالواقعه، وجري العرض عن النيابه العامه لمباشره التحقيقات.